السلام عليكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم في قناة باس نيوز. إن كنت جديدا معنا فضلا اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله، ونرجو منكم الضغط على زر الإعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار، شكرا لكم. فاز الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب خلال شهر مارس في الدوري الإنجليزي حسب ما جاء اليوم عبر الصفحة الرسمية على تويتر لرابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا. ويتم منح هذه الجائزة في كل شهر بناء على تصويت الجماهير التي اختارت محرز هذه المرة. وخلال 3 مباريات خاضها رياض في شهر مارس بالبريمير ليج تمكن اللاعب من تسجيل 3 أهداف لحساب سيتزن، كما ساهم في تصدره لترتيب الدوري برصيد 74 نقطة.